الحمد لله أن أكثر النصوص جاءت بلفظ من قال كذا، يعني رتبت الأجور على مجرد القول، وهذا من فضل الله جل وعلا. كونك تستحضر يستحضر قلبك لهذه الأذكار قدر زائد على مجرد القول، ولذا كان الأجر المرتب على قراءة القرآن هو مجرد النطق بالقرآن على الحروف فقط، كل حرف 10 حسنات، لكن تدبرت لك أجر قدر زائد، رتلت لك أجر زائد.